ننتقل إلى صحيفة السودان ومنها نقرأ منك: إزالة السودان من لائحة الإرهاب رهينة بموافقة الكونغرس. قال دبلوماسي أمريكي رفيع في الخرطوم إن محو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب موافقة الكونغرس. وكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة براين شوكان يرد على مطالبة الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية إلهام محمد أحمد بضرورة رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية السوداء. وطبقا لتصريح عن وزارة الخارجية في الخرطوم، فإن الدبلوماسية السودانية استقبلت القائمة بالأعمال الأمريكي الذي تقلد مهامه حديثا وناقش ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية والسعي نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع الولايات المتحدة في ظل تشكيل الحكومة المدنية. حسب تصريح الصحفي، فإن براين أوضح للمسؤولة السودانية أن رفع اسم السودان من القائمة مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. كيف تقرأ هذا التصريح من المسؤول الأمريكي؟ طبعا هذا حديث صحيح. أنت تعلم أن الذي جعل اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الكونغرس الأمريكي. كان هذا كما تعلم قرار صادر من كونغرس أمريكا، ومن ثم فإن رفع اسم السودان من هذه القائمة إنما يتطلب سلسلة إجراءات تشريعية يتبناها الكونغرس الأمريكي. لكنك كما تعلم أنه إذا ما اقتنعت الإدارة الأمريكية فإن ذلك ربما يسهل من أمر اقتناع المجلس، من اقتناع الكونغرس الأمريكي الذي يتولى أمر التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الثورة التي اندلعت في ديسمبر أبريل باتت تلقى تعاطفا من كثير من دول العالم. الآن الاتحاد الأوروبي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، روسيا تطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الدول العربية تطالب، أفريقيا كذلك تطالب. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها تحت ضغط أخلاقي، لأنها كانت تقول أنها فرضت هذه العقوبات على نظام كان يتبنى الإرهاب ويقوده. ومن ثم فإن الشعب الذي أسقط هذا النظام الذي كان موصوما بالإرهاب، هذا الشعب جدير بأن يكافأ بأن يرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طيب، القائم بالأعمال قال إن إزالة السودان من القائمة مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. كيف تستطيع الحكومة إحداث اختراق في هذا الملف؟ الاختراق بدأ بالفعل، لأن كما تعلم مساعد وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام كان قد صرح وقال أننا بدأنا تفاهمات ومفاوضات مع الحكومة السودانية بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير المالية قال أن هذا الأمر قد يتطلب نحو 9 أشهر. الآن التفاوض السياسي بدأ مع الإدارة الأمريكية، ومن ثم فإن التفاوض السياسي إذا ما انتهى إلى نتائج إيجابية هذا بدوره ينقلنا إلى مربع الكونغرس، إلى مربع التشريع، ومن ثم ستصدر تشريعات تبطل القرار الذي كان صدر من قبل بإبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.